اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هبه. كرحب بكم من جديد. فيديو جديد ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوا فيديو اكثر من رائع، فيديو مميز لاحباب الغاليين. فيديو اليوم خاص بالمنازل الصغيره، البيوت الصغيره، المطابخ الصغيره، فغتاخذوا من هذا الفيديو افكار جديده للمنازل ديالكم بها تكنولوجيا جديده والابتكارات العجيبه، فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. وقبل ما نبدا الفيديو كنتمنى لاول مره كيشاهد القناه كنتمنى انكم تنضموا الينا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. وايضا ما تنساوش انتم كتفرجوا تحطوا لي لايك باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف. وايضا ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، فهي كتحفزني وتشجعني على المتابعه. كذلك كنشكركم بزاف بزاف على الدعم والمتابعه. وكما كتشاهدوا معايا دازو حويجات اللي هما ابتكارات تكنولوجيا اللي هي جديده عجيبه، كيف هاد السلم اللي كتشاهدوا معايا، فان فوا كتساليو منه فبامكانكم تعلو بحال حتى شي حاجه ما كايناش، شي حاجه اللي هائله للمنازل. كذلك ندوزو لهذا المطبخ، لهاد المنظمات ديال الطاجرات اللي عندهم فيهم 5 طاجرات، كاين اللي اقل كاين اللي اكثر على حسب المنتوج اللي غادي تاخذوا. لا فهو هكذا كتحطوا فيه كميات ديال الخضر والفواكه وتحطوه على جنب. كذلك هنا مجموعه ديال المنظمات اللي كتعلقيها في البلاكارات، هكا كتعلقي فيها المعالق والحاجات اللي كتكون خفيفه. وندوزوا لهاد التصميم العجيب ديال هذا الكرسي، وايضا التكايه يمكن لكم هكا تجمعوها في التالي وتخليوها على جنب، اشياء اللي هي روعه وتستاهل اننا ناخذوها وتكون في المنازل ديالنا. اجيو معايا نشوفوا هاد الكراطه العجيبه، ومنها ايضا شيتا اللي كتحك وكتنشف بواحد السهوله وما كتخليش ولا نقطه ديال الماء. كذلك هنا عندنا مجموعه ديال المنظمات اللي كتحمي هكذا البقايا ديال الطعام. كذلك هنايا عندنا هاد الطبقات او توشيات ديال البلاستيك اللي كتحطيها في النافذه ديال السرجم، هكذا كتمنع تساقط الاشياء اللي يمكن لك تنزليها. كذلك هنايا افكار كيفاش انك تسدي البلاكار او المجوره باش ما يوليوش يتحلوا لك بهذوك التوشيات، افكار اللي هي زوينه. كذلك هنايا عندنا هاد التكايات اللي الشكل ديالها كيوت، وايضا عندها واحد الجوده ناعمه جدا، هكا كتخليك انت غاده صايقه وانت مرتاحه. وندوزو نشوفو هاد الاداه الرائعه ايضا اللي هي فكرتها جد هائله، اللي كتقلب لك هكا الاشياء ديال اللي كتكون مقليه كتجنبي باش ما تقيسش يديك بكل سهوله. ايضا هنايا عندنا عدد واشكال ديال الاغطيه ديال الكليما وغير الكليما، كاين اشياء اللي كتكون مختلفه، اغطيه اللي ممتازه. كذلك شوفوا معايا هنايا نوع من الاغطيه ديال الثلاجه اللي كتمنع الغبار، وايضا عندك واحد الجيبات اللي يمكن لك تضيفي فيهم شي حويجات. وندوزو للمطبخ، كذلك هنا عندنا هاد العلاقه العجيبه اللي كدور، يمكن لكم هكذا تعلقوها في اي بلاصه بغيتو، الكوزينه او بلاكارات او في الحمام. وشاهدوا معايا هاد الابتكار العجيب ديال هاد السرير، شوفوا معايا كي غادي يتحول لجليسه ايضا، اللي يمكن لكم كل مره تغيروا بشكل اخر شي حاجه اللي هي روعه. كذلك شوفوا معايا هنايا عندنا مرآة فيها عده ديال المجورات، عندنا جوج، فيمكن لكم انكم تضيفوا فيها الاشياء وتخبيو فيها. كذلك هنايا عندنا هاد الممساحه الذكيه، ممساحه اللي كتخدم بالبخار وكتمسح بواحد الشكل ممتاز وفي نفس الوقت سهله في الاستعمال. كذلك هنا ندوزو الافكار ديال الروبيليف، فكما كتشاهدوا معايا الكميه ديال التراب او الحجر، فهاد الفلتر جد عملي كما كتشاهدوا كيهبط الماء صافي. وندوزو نشوفوا لهاد الفكره ديال هاد التوشيه اللي كتوضعيها في الصنبور، هكذا ملي كيهبط هكذا الماء سخون كيبقى يسني باللون الاحمر، هكذا كيتجنبوا الدراري تيكونوا متيعرفوا الصغار انهم يحرقوا يدياتهم. كذلك هنايا ندوزو الافكار ديال هاد التوشيات اللي كيتلصقوا وتحطوهم هكذايا في نفس الفكره ديال الفيديو. كذلك هنايا عندنا هذا المشكل، الباب ملي كيكون كيتزدح مع الحيط كضر لنا الصباغه كتضيع لنا الحيط، فهاد السيليكون كيتوضع في اليد ديال الباب هكا كيمنع هذا المشكل. كذلك هنايا عندنا هاد الشيته او المشطه جد عمليه،
ايضا هنايا عندنا هذا الشكل من البسطام اللي يمكن لك تخبي فيه الفلوس او الهاتف او الاوراق اللي كتكون مهمه هكذا وكتعمل بحال شي سويك. كذلك هنايا ندوزو للحمام، عندنا هنا منظمات اللي علاقه كما كتشاهدوا معايا يمكن لكم تحطوا فيها الميكاب هكا كتنظم لك الحمام، يمكن لك تحطوا فيها الشامبوان ايضا الباندوش او طقم من طقم العطريه في المطبخ كما كتشاهدوا معايا، فهي متعدده الاستعمالات. كذلك عندنا هنايا المشكل ديال بعض الاشياء ما كتلقايش من تهزيها، فهاد التوشيه كتوضعيها هكا وكتكون عندها واحد اليديات يمكن لكم هكا كتسهل عليكم تهزوا الحاجه. كذلك شوفوا معايا هاد الاشياء اللي مثل الحلزون، فهكا كتحطي فيهم السائل ديال التنظيف. كذلك فكره من الافكار اللي جد رائعه هكذا هاد التوشيه هكذا اللي كتحيد لك الاشياء اللي كتكون هكذا صلبه، فافكار اللي هي زوينه واشياء اللي كتكون واخا بسيطه لكن كتنفعنا في نفس الوقت. كما كتشاهدوا معايا هنايا ايضا عندنا هاد الديكورات منهم اشياء اللي يمكن لك توضعي فيهم السائل ديال التنظيف. كذلك هنا عندنا مجموعه ديال الكيسان اللي هكذا كتخدم بالبطاريه او الكهرباء اللي هكذا كتخلط لك القهوه او العصير. كذلك شوفوا معايا هاد الاشكال ديال الدبدوب بالنسبه للاطفال فاشكال اللي هي روعه. كذلك هنا ندوزوا الفكره ديال هاد السرير اللي كيتجر ففكرته جد ممتازه. كذلك شوفوا معايا هنايا هاد المناديل اللي كتوضع في المجوره اللي هكا كتمسح بواحد السهوله وكذلك كتمنع الغبار، وايضا اشكال اللي هي متنوعه كاينين منهم اللي سيليكون منهم اوراق منهم مناديل. شوفوا معايا الفكره ديال هاد المقبطات ايضا فكرتها زوينه انها كتلصق هكذا في الباب ديال الثلاجه وكتكون قريبه لك بالنسبه للساشيات اللي تيكونوا محلولين هكذا كتشديهم داك المقابط. كذلك هنا عندنا هاد الجهاز او المنظم اللي يمكن لكم تحطوا فيه هكا السنيسلات او الحوالق. وندوزو نشوفوا لهاد الفكره ديال هاد اللاصقه العجيبه اللي كتحيد الشوائب بواحد السهوله كما كتشاهدوا معايا شي حاجه اللي جد عمليه. كذلك هنا عندنا هاد الديكورات اللي جد رائعه اللي كتنزل هكذا في السياره. وندوزو نشوفوا الفكره الناس اللي كيزدحوا البيبان، فهاد الفكره جد ممتازه هكذا ما كتخافيش على السياره ديالك انها تقاس. كما كتشاهدوا معايا منظمات اللي جد رائعه ديال المطبخ. كذلك هنا عندنا هذا الجهاز ديال طهي الارز، اجهزه اللي سريعه في التحضير. كذلك ندوزو نشوفوا هذا السرير العجيب التصميم ديالو الابتكار ديالو المدهش اللي فيه واحد الاضافات مثل الويفي. كذلك عندنا هنايا واحد المجوره اللي كيتحل وتوضعي فيها الكميه ديال الحوايج. كذلك هنا مجموعه ديال المنظمات والحوايج لاستغلال المساحات اللي كتكون صغيره بالنسبه سواء البيوت او المطابخ. شوفوا معايا شي حاجه تكنولوجيا رائعه اللي كتستاهل اننا ناخذوها وتكون في المنازل ديالنا. كذلك هنا عندنا المناديل اللي يمكن لك انكم تصبنوها وتوليو تستعملوها، مناديل اللي كتمسح وكتمتص الماء كميه ديال الماء اللي كتكون كبيره. واما الناس اللي كيسولوني على هاد المنتوجات وتيقولوا ما كاينينش، فهما كاينين ومتوفرين في جميع البلدان، فكاينين في التليجرام، كاينين في الجروبات اونلاين، كاين في الاسواق العاديه، كاينين متواجدين ومتوفرين. وبالنسبه للناس ديال المغرب خليوا لي تعليق لتحت وانا غادي نحط لكم الصفحه ديال اللي كتبيع هاد المنتوجات. واما الناس المشاهد اللي متبعيني خارج المغرب فكنقول لكم راهم غير قلبوا عليهم متواجدين في البلدان ديالكم، والا ما لقيتوهوش فغنخلي لكم موقع ديال هاد الادوات والتكنولوجيا اللي يمكن لكم تطلبوا المنتوج اللي بغيتو من تما وتوصلكم حتى للمنازل ديالكم. وكما كتشاهدوا معايا هنايا كاس جهاز اللي يمكن لكم تسخنوا فيه الماء، يمكن لكم تصاوبوا به العصير. كذلك شوفوا معايا
هاد البلاستيكات اللي الحجم ديالها تيكون كبير هكذا، كتغطي الاثاث ديالك ملي كتكوني كتصلحي، او الناس اللي تيكونوا كيسافروا واحد المده طويله هكذا ما تتغبر ليهمش الفراش ديالهم. كذلك شوفوا معايا الفكره ديال هاد المنطقه اللي كتنفخ على شكل دبدوب بالنسبه للناس اللي كيجيوهم ضياف على غفله، فهي فكره زوينه انكم تكون عندكم في الدار. فكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، ودام وما تنساوش اللايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء، ونتلاقاو فيديو جديد وافكار جديده ومنظمات جديده. بسلام عليكم.